السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الخميس 22/7/2021. اليوم نرصد لكم سمج صغار الشبو، سمك صغار الشبو. هذا هو أسماك النيسر وأسماك الشبو. الحين طبعا الماية يعني ثبر زيادة أو جزر زيادة، السمك الكبار يطلع برا. هذا النيسر متواجد بكثرة، مجموعة من أسماك النيسر. متواجد بكثرة. أحسن سمك حق المشوي النيسر، بس لازم يكون طازج يعني فرش حق المشوي، طبعا على نكهة القباقيب، على نكهة القباقيب، يعني طعمه لذيذ، يعني صراحة طعمه لذيذ.